طب ايه رايكم على طول نبتدي نسخن كده واحنا واقفين ونبتدي بقى على طول فقره الاسئله والحركات؟ اوكي ماشي جاهزين؟ طيب عايزه اقول لكم ان احنا عندنا ثلاث حاجات افكركم دايما، عندنا انا مين او انا ايه، ودي الاسره كلها بتشترك فيها. اوكي، وعندنا صح وغلط واختار ما بين الاقواس. بس عندنا وسائل مساعده، بأكرر عندنا وسائل مساعده، يعني لو ما عرفتوش في ماما وبابا او هنغني. اوكي اوكي نبتدي على طول باول حاجه، انا مين او انا ايه. انا يطلق علي اسرع حيوان بري على سطح الارض. اسرع حيوان قول. الفهد. لا مش الاسد، الفهد. بابا عرف صح، ماشي. كويس انك قلتها اسرع. انا حيوان من الحيوانات الليليه لا ارى بشكل جيد في الظلام، اعتمد على تحديد موقع الفريسه من خلال حاسه تحديد الموقع بالصدى. قولي. البات. باتس، برافو. الخفاش، شاطره جدا، ماشي. انا عاصمه دوله النمسا. مش فاكر. فيينا. مش فاكر يا بابا. فيينا، برافو ماما، ماشي. انا عاصمه دوله المانيا. سهله قوي. المانيا ميونخ. المانيا يا راجل. ايه بابا، ايه ماما؟ المانيا يا ولاد. انا طب انت طبعا انت مدرسه الماني اصلا. خليك انت، استني. ينفع خمسه اربعه ثلاثه؟ الموضوع سهل قوي. اتنين واحد. برلين يا فندم. ايه ده؟ ازاي؟ معلش يا ميس، عندي دي صح. عندي صح. صح طبعا، اكيد صح. برافو عليك. برافو عليا. انا مدرب حصلت مع منتخب مصر على بطوله افريقيا ثلاث مرات متتاليه. حسن شحاته. برافو يا ما. يا نهار ابيض، يا نهار، المذاكره جامد يعني، ماشي. انا مدرب منتخب مصر في كاس العالم 90. جوهري طبعا، ماشي. ما جاوبش، مش هتفرج على التلفزيون في حياتي. خلاص بقى، ما خلاص بقى كده هنروح بقى.